سلام عيوني. هلا ومرحبا. انت شنو انت بس ليدك؟ خبرتيني. انت تستاهلين 50,000 البحر اللي صارت عليك. باعي. لا متجرين عدل ويا مرتي عشان مش بدال المسنين. يلي بعد اول شي يسوي. وقف. شزر عدل يما شو هدومها اغسلين. شو اكل احضر اللي هي. حتى حذاها صبغة. كانت قتلتيني كتل ما. شو بعد شو اسمي هذا؟ وهاي دي راح من هدوم. من غسل هدوم مالتها يما شو اسوي بعد اكثر من هذا؟ موتيني. ما الله ياخذ فيها. سويت لك. اخوي لا تتدخل. سويت لك ما تقول لي يا يما. شو جاي اشتغل حتى يدومك اغسلها من الصبح. هاي امتازات اليوم؟ غصبان عليك غصبان عليك حتى الريوقه حضره لك ولها والله يا اخي واخلص والله لو ما مريض الا رجعك بكا جيب لك ثلاث تدخل انا وامي لا تدخل يلا يما يلا اخوك يلا يلا خاله يلا كيف الشغل موتيني دمرتيني بس تنقين يما مو ما ضاري انكسر ما يغسل الحين متولين من عيب 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 مالك علاقه مالك علاقه الجنة تحت اقدامهن. اولي وين اولي؟ شو الوين ما يبدو راتبي وفلوسي وعندي كلها عندكم يا اما جزا وما تقول لي ما يجوز. طبعا ما يجوز من وراء تصرفاتك. كلها اخذت اغراضي ويجوز. من وراء تصرفاتك ونقيت. اي فلوسي وراتبي. والبيت اللي جاي. راتب ابوي. مو راتبي. لا راتبي يا شباب. راتب ابوي. تقرب انت راتبي. مالك دخل. هاي امك امك. غير مريض انا مريض فيها سكر وفخ. طلع. انا شايف فضيحه قدام العالم. شفت انا حاكي لوتا البديت بالشارع تحكي علي بالبيت تحكي علي قدام الناس تحكي علي هاي قال بخلقتها ما اعرف اليوم تراضيها اخليش بالبيت ما تراضيها اشمش بدال المسنين عمي ما تريدها تعطيني اياها عمي هاي امك شنو شلون هاي امك شعلي هاي تبوس راسها انت شعلي ليش شنو شعلي تتدخل اخوي عمي هذا موقف شنو هذا الموقف غير امك هاي تتدخل يما حتى ريوقه ما حضره حتى ريوقه إله وإله حضر ريوقه ولا هاي بابا ولا هاي صوت عيب ما يستحي هذا ما يستحي ماكم علاقه انا وامي انا وامي لا تدخل لا تدرسك على زوجتي لا ارجعك بالجاتا حتى من تحتاج ماي ما تقوم انا اقوم اجيب لك غصبا عليك غصبا عليك هسه تراضيها ما اعرف تقول لي لا ترجع للبيت تقول لا تجي للبيت قال ما خلي ما لعبة طابة بي هي وياي يلعبون طابة بي قدامها بس انزل الرجل همين وابوسها عيب لا تتدخل عافيه عليك والله عافيه عليك اخوي لا تتدخل شنو ما يتدخل جاء الولد مو عيب الولد يتدخل فيها بس روح له فدوى شو شلون الكلام مالته على والده لا تتدخلين اختي باكو شنو تتدخل عمي تدخل ليش ما تدخل انا مالي علاقه تعتذرين لزوجتي تعتذرين هسه البيت هسه باوعلي باوعلي يا ولد احسن زوجتك لامك لا زوجتك زوجتك لا امك احسن من زوجتك شنو زوجتك روح لا تنزل لا لا يما لك ما تبي السحوره والله لك ما تبي السحوره يما خالد امك لك عوفر ما لا تدخل لا تدخل عوفر عوفر بس رجال 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 امك يما يما والله يما ابني ابني ما يخالف ابني ابني ما يخالف يما ابني ابني ما تطيح حظك ابني ما يخالف يخلط عليك شايب قدام العالم انا اخذها ابني امك انا ابي شو تسوي تعال يلا بوس راسها بوس شعليك لا بوس رجليها يلا شعليك يلا بوس رجلها مقلب ستوي على بمقلب حبيبي ماكو اي شيء هذا مسار طبعا هذا مسار اذا يبقى 30 حلقه راح يخلص ما اعتقد يكمل السلام عليكم ارتاح شويه ارتاح 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 ما يجيبوا له مي اذا اكو لا ما يصير هيك هذا شنو من المقلب هذا استلمني الاسم الكريم الاسم الكريم سجاد حبيبي سجاد شنو هاي الغيره عندك فول هي هاي بعد الغيره العراقيه بدوى قلبك وعلى الام خاصه الام شو تحب تقدم رساله للابن العاق اللي مأذي امه والله ما اعرف يعني ما اعرف شو اتكلم بهذا الموضوع ما اعرف شو اتكلم لانه هي الام مدرسه الام جنه عافيه عليك
ما اعرف شنو اللي عبره. انت دائما هاي الاعصاب عندك لو هادي. والله ثاني اول مره هيك انفعل. ها هاي شوف ايدي بدول قلبه. طبعا تحياتنا لك، تعبناك ويانا. نعرض او لا؟ اذا نعرض لك جائزه، واذا ما نعرض جائزه ما تاخذها. وهي عرض على الام، وهذا يعني ما يعني انا ما اقدر. بدول قلبه نعرض. جائزة لك جائزة ثمينة. يا رب. ادمن قلبك.